مرحبا بكم الناس كل في اخر نشراتنا الرياضيه، والبدايه بميركاتو انديتنا في الرابطه المحترفه الاولى. عن الترجي الرياضي التونسي اليوم على الرابع انتداباته في الميركاتو الصيفي، وهو الظهير الايسر اسامه السيلي 26 سنه، لعب في اليوسمو، لعب في جمعيه جربه لاس دي، لعب في الملعب التونسي اخر فريق كان لعب فيه قبل ما ينتقل للترجي الرياضي التونسي. الانتقال جاء بعد ما دفع الترجي الرياضي التونسي قيمه البند التسريحي الخاص باللاعب اللي قيمته تقريبا 70,000 دولار، وهو كما قلنا الانتداب الرابع في الترجي بعد أومارو، بعد أسامة بوغرة وحسام قا. وفي النادي الافريقي تم اليوم انتداب المدافع عامر العمراني، كيف كما أسامة السيلي، عمره 26 سنة، لعب في النجم الرياضي الساحلي، لعب في الأولمبي البيجي، ولعب أيضا في الاتحاد الرياضي المنستيري. من جهة أخرى تم تمديد عقود اسكندر العبيدي زوز مواسم، معز حسن زوز مواسم، ويسام يحيى موسم إضافي، بعد ما تم زادة في وقت سابق تمديد عقود كل من علي العمري، رامي البدوي، وغيث الزعلوني. بالنسبة للصفقات اللي كان أبرمها النادي الإفريقي خلال الأسبوع ذا وحتى في الأسبوع الفارط اللي كنا حكينا عليها أكثر من مرة هوني في موزايك، باش يتم الإعلان عليها بعد ما يتم الإعلان زادة على رفع المنع من الانتداب، واللي مش بشي يبطى برشا. إن شاء الله النادي الإفريقي يعلن عن الانتدابات الجديدة القادمة. في الاتحاد الرياضي المنستيري تم انتداب اللاعب نودي فابريس زيغي، وهو مدافع اكسيال 26 سنه، كان يلعب في سان بيدرو، لعب زاده في غاميدو اف سي في توغو، ولعب في لاسو ارمي، عقد مدته 3 مواسم. بخلاف نودي فابريس زيغي ثم لاعب اخر مواطن زاده هو باكوم اكبوكي، وهو زاده ايضا مدافع عمره 32 سنه، كان يلعب في سيويسبور، ولعب في سان بيدرو، والعقد نتاعو يمتد مبدئيا حتى البطوله العربيه. بالنسبه لاكبوكي ما قالوش علاش العقد نتاعو ما تمش الاعلان على المده نتاعها، باش يجربوه في البطوله العربيه ومن بعد يقروا اسكو باش يقعد والا لا. نحكيوا لهنا على باكوم اكبوكي. في النادي الرياضي الصفاقسي كان من المنتظر تنطلق تحذيرات النادي الرياضي الصفاقسي اليوم، ولكن الملاعبيه جاو تقريبا 15 ملاعب جاو للحصه التدريبيه، قعدوا شويه في التيران وبعد انسحبوا، ويبدو كوني حركه احتجاجيه من اجل الحصول على مستحقاتهم الماديه. في اتحاد تطاوين وجدي بوعزي هو المدرب الجديد للفريق، في انتظار الاعلان عن كامل التركيبه للاطار الفني. بالنسبه للملاعبيه مفاوضات مع برشا ملاعبيه، وثم امكانيه كبيره لعوده المهاجم اشرف بن ضياف بعد تجربه قصيره في الدوري السعودي. تعملت اليوم قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بالقارة الإفريقية، ثم عنا 9 منتخبات تتعدى ديريكتومون للكأس العالم 2026، ثم منتخب يلعب باراج أول ثم باراج ثاني. بالنسبة لمنتخبنا الوطني باش يكون على رأس المجموعة الثامنة مع غينيا الاستوائية، ناميبيا، مالاوي، ليبيريا، وساوتومي برنسيبي. والتصفيات هذه تتلعب نظام ذهاب وإياب 10 جولات في الفترة الممتدة ما بين 13 نوفمبر 2023 و14 أكتوبر 2025. المنتخبات الأولى تمر كما قلنا مباشرة إلى الكأس العالم اللي باش تلعب في 2026 بمشاركة 48 منتخب لأول مرة. المنتخب الأربع منتخبات اللي باش تكون أفضل 4 منتخبات في المراكز الثانية باش تعمل براج ما بيناتها، الفائز باش يمشي يلعب براج آخر تنظمه الفيفا. تينيس إنجاز جديد وكبير مرة أخرى البطلة التونسية أونس جابر بعد تأهلها اليوم للدور الثاني لدورة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزها على أرينا سابالينكا 2-1 في 22 دقيقة. خسرت الست الأولى 7-6، ربحت الست الثانية 6-4 والست الثالثة 6-3. أونس باش تواجه في النهائي التشيكية المصنفة 42 عالمين ماركيتا فاندروسوفا، الفينال نهار السبت 3 متاع القايلة. مع الانجازات ديما نحكيو على انجاز في كره القدم المراضيه خاص بالاهلي طرابلس. المدرب طارق الجرايه قاد الفريق اهلي طرابلس الى التتويج للمره 13 في تاريخه بلقب الدوري الليبي. المباراه كانت ثم مقرره مباراه دربي ما بين الاهلي والاتحاد، دربي طرابلس كان باش تلعب في ملعب حمادي العقربي بيرانس. لاعبيه اتحاد طرابلس كانوا حاضرين في الميدان ومن بعد قالوا ما نحبوش نلعبوا المباراه هذه، يمكن المسؤولين قالوا ما تلعبوش، ولكن ما ثماش الاسباب مجهوله. المهم في الموضوع هذا كله كونه أهلي طرابلس هو بطل الدوري الليبي للمرة 13. استاف شكون فيه؟ في طارق جراية تونسي، محمد الزوابي تونسي، سامح الدربالي تونسي، زاد طارق مميش كمدرب حراس مرمى وهو تونسي، المعد البدني التونسي زاد هنيس الشعليلي، ثم أيمن عبودة ومجدي لامين وهما زوز توانسة محلي أداء. في الفريق زاد ثم 3 ملاعبية توانسة، هيثم العيوني، أيوب عياد، وعبد الرحمن الحنشي.
وفي الدوري المصري الأهلي المصري يفوز على الزمالك 4-1، ثم هدف ثالث كان سجله علي معلوت، نجم تشوفوه على موقعنا موزايكا فام بوينيت، هدف جميل جدا تسديدة من خارج المرمى، ولكن أهمية الهدف هذا بخلاف كونه كان الهدف الثالث للأهلي المصري هو كونه علي معلول أصبح بالهدف هذا رابع أحسن ثاني أحسن مهاجم أجنبي يسجل لاعب أجنبي يسجل في الدوري المصري في قمة الدوري، نحكيه على الزمالك والأهلي، هو زاد وصل لي 4 أهداف كيف وكيف السوداني عمر نور، يعني هو عنده 4 أهداف في القمة ما بين أهلي والزمالك في تاريخ المباريات، والسوداني عمر نور عنده 4 أهداف كيف كيف مباراة هذه شارك فيها سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في صفوف الزمالك، علي معلول بطبيعة كان أساسي، ومحمد الضاوي كريستو دخل في دقيقة 77. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايك FM.